اهلا بيكم في قناة عم محمود المنجد. بص يا جماعة، انا جايبين لكم النهاردة تمام شغل جديد خالص. تمام، بنوريكم بقى ايه دلوقتي السوست، الناس اللي هي جاية هتعمل سوستة. ايه يا اسطى، عامل ايه يا اسطى؟ صلاة. الحمد لله الحمد لله. ايه معاك الشغل الجديد النهاردة اللي هتورولنا؟ معانا شلت جاية هنغير لها السوستة بتاعتها اللي فيها مش كويسة، تمام، فكناها وهنغيرها من جديد وهنعملها صح زي ما انتم شايفين يا جماعة. الايه السوستة هنوريكم وهي بتتعمل ازاي. نجيب لكم الحاجة زي ما انتم ايه عارفين في القناة، بنجيبها لكم من البداية خالص زي ما انتم شايفين. لا يا بابا، فكر السوسة اللي في البتاع ده ازاي؟ مديمة زي ما انتوا شايفين يا جماعة. نوريكم الحاجة وهي بتتعمل قدامكم اهو. ده شغل لسه جايبه الزبون دلوقتي، نعمله له. طب تعمل الوش والظهر يا اسطى؟ اه، نعمل الوش، نعمل الوش ونعمل الجنبين مع بعضهم عشان يتخيطوا. انما لو خيطت كل واحده لو خيطتها وهي سوسته سليمه تبقى مش كويسه. تمام يا اسطى، لما كل واحده تتخيط لوحدها تبقى امتن من الاول. اه زي ما انتم شايفين يا جماعه. ماشي، زي ما انتوا شايفين يا جماعة عندكم الشغل اهو عشان تشوفوه. ولازم القماشة تبقى مرحلة على المشط. اه، لازم القماشة تبقى مرحلة على ال مرحلة على مرحلة كده. اه، على الجرارة، على ده السوست. اه، اسنان السوست علشان تبقى مغطية السوست. تمام، اه زي ما انتوا شايفين يا جماعة السوست ضمك الشغل اهو. تمام، يلا ما تنسوش تدعمونا في القناة باللايك والشير. نعمل لكم الباقي، بقية الشغل في الحلقات اللي جاية.